السبينر يا جماعه، السبينر احنا عبيناه قلنا من الفاليوز هنا، عملنا في الفاليوز عملنا في الفاليوز هنا اري تمام وعبيناه تمام. لكن انا ممكن اعبي السبينر بالكود، ممكن اعبي السبينر بالكود. فانا ممكن اعمل ليست، اري ليست مثلا، هاي ليست تمام سترينج تمام، سميها ليست ماشي. نيو اري ليست، اكيد في الداتا ستراكشر اخذته اللي هو الاري ليست تمام. تمام هاي الاري، عملنا اري ليست وعبيناها ليست دوت اد مثلا رفع. ممكن تعبي الكود هنا بالاري تمام. هاي اللي استعملت انا اري وعبيتها. الان شوفوا، عشان انت تعطيها للسبينر في شيء اسمه اري ادابتر، في شيء اسمه اري ادابتر يعني محول. طلعوا شويه، هو اصلا السبينر، السبينر من الداخل خلينا بس نحكي شويه، مش حنطول عليكم دقيقه بس. طلع بس مكونات السبينر، السبينر بتكون من اكثر من شغله، وهو كمان هذا بخلينا نقدم على الليست فيو للمحاضره تبعت الجاي، هناخذ الليست فيو. هذا السبينر يا جماعه بهذا الشكل، وهنا بكون في سهم تمام. انتبهوا شويه، هلا هنا هذا عباره عن تكست فيو، هذا هون بكون عبارة عن ايش؟ عبارة عن عبارة عن تكست فيو. التكست فيو هذا بكون داخل محول ادابتر. يعني في قبل التكست فيو اللي انت بتحط، اللي بتختاره، اللي انت بتختاره من الليست، من القائمة المنسدلة وبيجي في تكست فيو، مش بيجي بيظهر هون في تكست فيو تمام. التكست فيو اصلا موجود داخل داخل شيء يعني هذا مربع، في مربع قبله اسمه ادابتر. هذا ايوه هذا محول، هذا محول ادابتر، وداخل المحول هذا اللي احنا قلنا عليه التكست فيو اللي بيظهر ايش؟ اللي بيظهر فيه النص. طب ليش هم بيعملوا هنا ادابتر؟ في حد بيعرف ليش بيعملوا محول داخل القائمه المنسدله؟ في الاندرويد؟ لا طبعا، انا بدي اقول لكم ليش. ما حد جاوبني طبعا، في حد عارف بيعرف؟ حد بيعرف شباب؟ انتوا مش معايا ولا ايش؟ مش حدا يا دكتور بيعرف. كمل. احنا معك معك يا دكتور. كمل. ليش يا شباب بتطلب العمليه، بتطلب ادابتر يعني محول؟ بقول لك انه لانه ممكن انت ممكن تاخذ ثلاث شغلات، تعبي ثلاث شغلات او اربع او خمسه. يعني ممكن تحط هنا بدل العنصر تحط خمس عناصر او ست عناصر زي ما بدك يعني تمام. فاذا بدك اياه، بدك محول زي ايش؟ زي مش عندك محول الكهرباء بتحول، يعني انت بتحطه في البريز بيطلع منه ثلاثة صح؟ يعني بيطلع منه اثنين، احيانا بيطلع منه اربعة المحول تبع الكهرباء. مش انت بتشتري محول السويتش؟ هو اصلا البريز بيكون فيه واحد اصلا صح ولا لا في الحيطة؟ لكن انت بتشتري محول بصيروا ثلاثة، مش كده ولا لا؟ تكلموا يا جماعة. صحيح صحيح. انتوا مش موجودين اصلا، يعني انتوا بس هيك موجودين ولا واحد موجود؟ انا معك يا دكتور، معك. نحن معك دكتور.
طب ليه ما بتحكوا يا جماعة؟ أنا بدي حد يحكي معايا. طيب أوكي، إذن أنا بدي محول، بدي السبينر. عرفنا ليش أنا بدي يكون داخل السبينر في أدابتر محول، تمام. المحاضرة الجاية بنفهم بالضبط ليش أنا بحتاج محول أدابتر. طيب في شيء اسمه الري أدابتر، هذا الري أدابتر حاليا بدنا إياه من سترينج، من نوع سترينج، لأن أنا بدي أحط فيه مصفوفة من نوع سترينج، تمام. سميه AD، وهي كتبت نيو الري أدابتر. الري أدابتر، تمام، من نوع سترينج، تمام. هذا بياخذ معاملات كثيره. اول معامل لهاي الكونستراكتور تبع الري أدابتر بتاخذ الكونتكست اللي هو المحتوى اللي هو الايش الاكتيفيتي، يعني ممكن تقول له ذس، ممكن تقول له ذس اللي هو الاكتيفيتي اللي احنا حاليا موجود فيها، تمام. وبده لي اوت لمين؟ للادابتر. بده لي اوت، بده لي اوت للادابتر. طيب احنا ممكن ناخذ اللاوت اللي هو لي اوت جاهز من الاندرويد حاليا، تمام. دوت ار دوت لي اوت، تمام. دوت اوكي اسمه سمبل ليست، خلاص تمام. ممكن وبياخذ كمان عنصر اكثر، يعني هون بياخذ كمان شغله اللي هو عنصر الشاشة، بس هلا مش مهم. بديش أعطي له إياه، خلاص باي ديفولت هو بياخده، تمام. بدي أعطي له الأري الليست اللي أنا عملته، اللي أنا فيها الداتا حطيت، بس خلاص هيك أنا خلصت الأري أدابتر. هلا بقول له اس بي دوت ايش دوت ست أدابتر، عفوا دوت ست أدابتر السبينر دوت ست أدابتر. وبعطيه الادابتر اللي انا عملته، الادابتر اللي انا عملته. اذا انا عشان اعبي السبينر من الكود عملت اري وحطيت الداتا فيها، بعدين عملت اري ادابتر واعطيت الليست هاي الاري لمين؟ للكونستراكتور تبع الاري ادابتر. بس الاري ادابتر قلنا بده لي اوت، انا استخدمت لي اوت جاهز من الاندرويد زي اللي اوت اللي استخدمناه للتوست، تمام. وبطلب كمان اللي هو ايش؟ بطلب الكونتكست، ماشي. هذا الكونستراكتور تبع الادابتر، خلاص. بس قلت له اس بي دوت ست ادابتر. فالان لو شغلت انا ممكن تلغي اللي هو الانتري، هلا ممكن تلغي الانتري اللي هو اللي في السبينر في الكود، هاي الانتري الكاشية، خلاص ما بدكش تعبيه من الاكس ام ال، بدك تعبيه من وين؟ من الكود، تمام. العمليه نفس الشيء. طيب انا بدي اسال سؤال، هل انا بقدر اصل للريسورس للاري اللي موجوده في السترينج هون من الكود؟ في حد بيقدر يجاوب على السؤال هذا قبل ما يشتغل شباب، تمام. هاي السبينر شايفينه، هاي السبينر شايفينه هنا، ما تغيرش شيء في الشغل، لكن هذه الداتا اللي احنا عبيناها في الاري، هذه الداتا اللي احنا عبيناها في الاري، تمام. سؤال، يلا يا شباب مين يجاوب السؤال هذا وياخذ علامه؟ سؤال خفيف جدا، بس بدك تجاوب باه ولا بلا، بس اذا قلت اه بدك تقول لي ليش، كن عارف. هل انا بقدر اصل للاري اللي موجودة في الريسورسز اللي أنا كتبتها هنا، تمام، هذه الأري بقدر أصلها من الكود؟ بقدر أكيد يا دكتور. مين اللي قال؟ مين اللي بقدر تكلم؟ مين؟ يوسف شاهين. يوسف شاهين، بقدر أصلها يا يوسف؟ صحيح بقدر. طب كيف؟ هذا الريسورس دوت جيت سترينج. ممتاز 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 جدا جدا. طيب يعني انا بدي هنا جيت ريسورسز، لو انا جيت
على الجيت ريسورسز، استخدمناها كلمه جيت ريسورسز قبل هيك. الجيت ريسورسز بتجيب لك كل الريسورسز، دير بالكم. يعني هذه بدك تعرفها، جيت ريسورسز دوت. طلع في عندك هون جيت بدي اري، انا بقول له جيت اريها، جيت اري سترينج، هيها هي جيت سترينج اري. ايش هون بعطيه؟ بعطيه الاي دي تبع الاري. بقدر انا ار دوت، هاي الار دوت ايش؟ دوت اري، هيها موجوده. ايش اسمها؟ بجيب لي كل الاريز، هيها تسبنر، هذه اللي انا عملتها خلاص. بس هاي بترجع لك ايش الميثود هذه؟ هذا الميثود ايش بترجع؟ طلع ايش بترجع. هيا بترجع الري اوف سترينج، صح؟ يعني ايش بدك؟ بدك تحط هنا سترينج. بعرف اتغير سترينج، تمام؟ سميها الري، هي بترجع لك الري اوف سترينج خلاص. هيها الري هذه حطها، اعطيها على الادابتر بدل الليست هاي، تمام؟ وعادي الادابتر بياخذ اي نوع الري، ممكن ياخذ الري، ممكن ياخذ الري، وممكن ياخذ الري ليست. في فرق طبعا بالاري، الري ليست اللي هو جاهزه فيها اوبريشنز افضل من الاري. ممكن ياخذ الري عاديه وممكن ياخذ الري ليست الادابتر هذا اللي هو الاري ادابتر، خلاص تمام. اذا هنا انا يعني قدرت اصل للريسورس برضه من الكود هلا، بس بنشغل على السريع. تمام، يعني هنا محتوى السبينر، تمام؟ يعني اي محتوى السبينر شايف هنا، رجعت انا دقيقه، لا مش برنامجنا هذا، دقيقه. شايف يعني هذا الكود اللي في السبينر يا شباب، هذا الكود اللي في السبينر، هذا الكود اللي هو اللي موجود وين؟ اللي موجود في الاكس ام ال. بس برضو انا وصلت له من وين؟ وصلت له انا من الكود، برضو انا وصلت له من الكود. من ممتاز، من اللي جاوب الشاب؟ مين اللي جاوب؟ بس خلينا اعرفه عشان اعطيه درجه. يوسف شاهين. هاي بلس 1، تمام. جود يا يوسف. للامانه انه انا الجيت ريسورس ضلوا متذكرها، تذكر الجيت ريسورس اللي احنا استخدمناها لما عملنا عدلنا على البيو تبع التوست، تمام؟ بقدر انا دائما اصل للريسورسز. كل الريسورسز هذول كلهم لهم اي دي، كلهم تقدر تحط لهم اي دي، تقدر تستخدمهم، تقدر تشتغل عليهم في الكود، تقدر تصلهم من خلال الجيت ريسورسز، خلاص تمام. بس بديش اتقل عليكم اليوم، بنوقف لهذا الحد، لكن المحاضره الجايه ان شاء الله بدنا نتعلم كيف بدنا نغير الادابتر. يعني هذا اللي اوت صغير، خط صغير، لو انا بدي اكبر، بدي اكبر الخط، بدي اغير لون الخط، بدي اغير في اللي اوت تبع السبينر، بدي اغير في اللي اوت. طلع هنا اللي اوت صغير، الخط صغير، بدي اكبر الخط، بدي انا اجمل الخط تبع السبينر، تمام؟ فهذا بقودنا انه انت تعمل يور اون لي اوت وتعطيه للسبينر، تمام؟ يعني هذا اللي اوت انا استخدمت لي اوت، هنا حطيت لي اوت ايش؟ لي اوت جاهز. هنا انا بدي اعمل اكس ام ال لي اوت عشان احسن على اللي اوت اللي استخدمته هنا، فبدي اعطي لي اوت جديد اعمله ونعطيه للسبينر المره الجايه. هذا الكلام ان شاء الله بناخده في المحاضره الجاي، تمام؟ وبناخذ كمان عنصر شاشه ثاني اسمه ليست فيو، من اهم عناصر الشاشه في تطبيقات الاندرويد، زي اللي مستخدم في تطبيق الفيسبوك وتطبيق الواتساب، بيستخدموا اللي هو عنصر شاشه اسمه ليست فيو، تمام؟ اللي تقدر تعمل فيه تعمل سكرولينج، تمام؟ زي ما بدك تعمل سكرول لفوق، تنزل لتحت، تاخذ ايكونز، اكثر من عنصر تتعامل،